ختام الأسبوع الماضي أعلن البنك المركزي عن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي بالبنك خلال شهر أبريل الماضي بنحو 114 مليون دولار ليقترب من حاجز 29 مليار دولار بنهاية أبريل. نتابع. تحسن ملحوظ شهده الاحتياطي النقدي لمصر خلال الأشهر الستة الماضية عقب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 3 نوفمبر الماضي. وفي ختام الأسبوع الماضي أعلن البنك المركزي ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي بالبنك المركزي خلال شهر أبريل الماضي بنحو 114 مليون دولار ليقترب من حاجز 29 مليار دولار بنهاية أبريل. وتأتي هذه الزيادة استمرارا لسلسلة الارتفاعات التي شهدتها معدلات الاحتياطي، حيث ارتفع بنحو 1.9 مليار دولار خلال مارس الماضي، وهي أعلى زيادة منذ عامين. ودفع تحسن الاحتياطي النقدي والمراكز الدولارية بالبنوك إلى اتجاه بعض البنوك الأسبوع الماضي لإلغاء حدود السحب النقدي على البطاقات الائتمانية خارج مصر، وهو القرار الذي تضرر منه المتعاملون على مدار شهور. وتسلم البنك المركزي المصري الشهر قبل الماضي 1.5 مليار دولار من البنكين الدولي والإفريقي للتنمية، تمثل الشريحة الثانية من قروض تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2015. ويتوقع العديد من الخبراء مواصلة الاحتياطي النقدي الارتفاع خلال الأشهر المقبلة في ظل ترقب وصول الشريحة الثانية من صندوق النقد والبالغة 12 مليار دولار. ودفعت التمويلات الخارجية إلى زيادة الاحتياطي النقدي، والذي انعكس بالإيجاب على سوق الصرف الذي شهد استقرارا منذ ما يقرب من شهرين وسط غياب تام للسوق السوداء. بينضم إلينا بالصوت والصورة الأستاذ وليد محمود الخبير المصرفي. أهلا بك أستاذ وليد إلى هذه النشرة. وبالطبع ما مصادر هذه 114 مليون دولار الزيادة وكيف تقرؤونها كمصرفيين؟ بالتأكيد نقرأ هذه الزيادة ونقرأ هذا التحسن في الاقتصاد بشكل إيجابي وتفاؤل، رغم صعوبة الأوضاع وصعوبة الموقف ومعاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار والآثار السلبية لارتفاع سعر الصرف، إلا أن التحسن والمؤشرات الاقتصادية بدأت في التحسن بشكل يلاحظه كل الخبراء والمتخصصين. وما مصادره أستاذ وليد؟ يعني هل هي فقط برامج إقراض أو برامج منح، أم أنه لا، هذه المصادر هي مصادر دائمة كعائدات مثلا للسياحة أو تحويلات المصريين للخارج؟ ما هي مصادره؟ أصدقك القول، يعني بكل وضوح نحن دولة تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد من الخارج بنسبة تتعدى 60%. المؤشرات التي نستند إليها كسعر صرف كأوضاع اقتصادية يجب أن تتحسن، الإنتاج، السياحة، الصادرات، هذه البنود عندما تتحسن أستطيع أن أقول لحضرتك ولكل المشاهدين بأنها التحسن في الاقتصاد يكون بصورة كبيرة والملحوظة والتي نتمناها ونتوقعها، ولكن هذا يحتاج إلى مدى طويل. ولكن أنا أتحدث عن وضع كلنا نعلم مدى صعوبته وبلغ فيه بعض المتشائمين وتفاءل فيه بعض المتفائلين، فأقول بأن الوضع ليس سيء بالشكل الذي يظنه المتشائمين وليس وليس يحتاج مننا إلى النظرة هذه التشاؤمية، ولكن ليس أمامنا إلا النظرة التفاؤلية، والنظرة التفاؤلية شهدت على الأرض الواقع تحسن، وظهر هذا التحسن في زيادة الاحتياط النقدي
في استقرار سعر الصرف خلال الفترة الماضية، نعم، في زيادة تحولات المصريين من الخارج، في برامج الإقراض وثقة صندوق النقد الدولي فينا، في زيادة معدلات النمو. هذا ما أتحدث عنه في الحقيقة يعني. طيب، لكن طيب. المشوار طويل والأهداف بعيدة المدى. صحيح أستاذ وليد. طيب لماذا لم نجد أنه أسعار سعر الصرف بتتغير؟ يعني لماذا لم يصعد الجنيه أمام الدولار؟ هو في حالة استقرار الآن. ده يسير بالتوازي مع زيادة الاحتياط النقدي. صحيح. كلما ارتفع الاحتياط النقدي كلما هذا خفض الضغط على الدولار، وبالتالي ساهم في استقرار سعر الصرف. طيب ما هذا هو سؤالي، انه الاحتياط النقدي بيزيد ولكن الجنيه مستقر عند الدولار بسعر معين. لا، ما احنا عندنا اوضاع في طلب على الدولار، يعني في طلب على الدولار بيؤدي في الاخر الى في مقاومه يعني بتحدث بسبب هذا الطلب. نعم. فبالتالي رغم زيادة الاحتياطي فتأثير الزيادة يكون في الاستقرار ولكن يعني ليس في الانخفاض. نأمل في المستقبل القريب ان يحدث الانخفاض، وهذا الذي توقعناه، يعني توقع الخبراء وتوقع صندوق النقد الدولي للدولار ان هو ينخفض الى 15 و13، هذا من الأهداف التي نستطيع الوصول إليها مع تحسن المؤشرات الاقتصادية. طيب هل حضرتك بتوافق أم بتعترض على إلغاء حدود سحب البنوك بالخارج؟ إنها أعطت الحرية أن يسحب الخارج من يعيش خارج مصر أو من متواجد خارج مصر بصفة عامة أن يسحب بدون سقف. يعني من البديهي وضع القيود ليس يحبوه أحد ولا يفضله أحد. أنا أفضل طبعا رفع القيود ما طالما أن أوضاعنا الاقتصادية وطالما أن ليس عندنا مشكلة في وفرة الدولار، وهذا اللي دعا البنوك حاليا إلى بعضها قامت بإلغاء حدود السحب وبعضها قامت بدراسة هذا الأمر وسوف تقوم بإلغائها، لأن الأصل أن بطاقات الائتمان هي تساوي الفلوس، فلم نلجأ إلى هذا الإجراء إلا للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات يعني. لكن الطبيعي أن تكون هذه القروض ليس بدون قيود. هذا ما يعني ما نصبو إليه كلنا في مصر. أود أن أؤكد على أن ما نحتاجه في مصر عدم الحديث والعمل. العمل نحتاج في مصر، الناس في مصر تتحدث أكثر مما تعمل. بشكرك يا فندم، بشكرك أستاذ وليد محمود الخبير المصرفي، كنت معنا بالصوت والصورة. شكرا لك يا فندم.